موعد التظاهر يوم 1/5. رسالتي شباب مستقلين طبعا، حراك الشباب وبالقصيم حاليا حالهم حال اي حراك في البسطه والاقدام. رسالتي للسيد المحافظ، رسالتي رئيس المجلس واعضاء مجلس النواب، سمعوا من الشباب مطالبهم وخدماتهم، لان هذا الطوفان طوفان الاقذى والنواحي ربما سيزلزل العروش وعروش الفاسدين. فبالتالي احنا وياهم قلبا وقالبا، ونوصل رساله من القضاء ابو الخصيب ومن خلال هذه الشباب التي تطالب بالخدمات انه اسمعوا اصواتهم، ونطالب رئيس الوزراء بان تكون هناك خليه اسمه لقضاء ابو الخصيب اسوه بقضاء الصادق وبقيه الرواحي. وبالتالي سيد رئيس مجلس محافظة البصرة، انت واعضائك المختصين بالخدمات والتلوث البيئي وكل جانتو وكل اطلافه، اكو بعد 4 ايام على التظاهرات، نتمنى قبل التظاهرات تجون تزورون قضاء بالقصيم وتسمعون معاناتهم للتظاهرات السلمية للمطالبة بتوفير الخدمات المشروعة للقضاء كافة وعلى جميع المستويات، على مستوى الواقع الصحي وعلى مستوى الواقع الخدمي وعلى مستوى الواقع الأمني وعلى المستويات التي سنطرحها أثناء التظاهر يوم 1/5/2024.